طيب بالتالي استعدادات قويه، لكن فيما يتعلق بالاستعداد الخاص باستقبال الجمهور النادي الاهلي في هذه المباراه، واحنا عارفين ان العدد اللي تم الاتفاق عليه 10,000 مشجع، فبالتالي في خبر مهم جدا وهو خاص بالجماهير، منفذ لبيع تذاكر مباراه الاهلي واطلع بره باستاد الاسكندريه. العميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الاهلي قال انه تقرر فتح منفذ لبيع تذاكر مباراه اطلع بره بطل جنوب السودان باستاد الاسكندريه بدايه من اليوم الخميس، على ان تستمر عمليه البيع يومي الجمعه والسبت، يعني بكره وبعده ايضا في استمرار لعمليه البيع، تيسيرا على جماهير الاهلي التي لم تتمكن من الحجز على النظام الالكتروني. واحنا عارفين النادي الاهلي كان اعلن ان التذاكر طرحت على النظام الالكتروني، وفي البعض ما عرفش ان هو يحجز هذه التذاكر، يعني اكيد يعني تسهيلا للجماهير هيكون في منفذ في استاد الاسكندريه بالتحديد. اضاف كمان ان تذاكر الدرجه الموحده موجوده حاليا في منفذ بيع تذاكر في استاد الاسكندريه، فكل يعني اي حد راغب، وانا عارف ان الكل بيرغب في حضور مباريات الاهلي دائما، اي حد عايز يكون متواجد اكيد يروح يشتري تذاكر من هناك، بالتحديد الاهلاويه الموجودين في اسكندريه وعددهم كبير جدا في الحقيقه.